بزاف الطلبه كيتسائلوا مع نفسهم تنضيع الوقت بزاف في لافاك، ملي تندخل لونفي تنبقى غير نكتب ما تنفهم والو من الاستاذ. عاد زيد على ذلك باش توصل لافاك ترونسبور والطوبيس تياخذ ليا ساعه او ساعه ونص باش نوصل، وعاد زيد على ذلك نفس الشيء ملي تيسالي النهار ديالي وتنبغي نرجع للدار وتنجي عيان من لافاك تخي فاتيكي، شنو اللي حسن وشنو ندير؟ واش نجلس في الدار ونخدم ولا ضروري نمشي نحضر ليكول ولا تيدي ديالي؟ غادي نعطيك الحل، وملي سالي الفيديو ما تنساش تقول لنا شنو اللي بان لك حسن حسبك انت. ليتس جو. اولا خاصنا نعرفوا شنو الغايه من انك تحضر، واش غير باش تاخذ لي كور والكوريج ديال لي سيري ديالك، واش باش تتبع مع الاستاذ ديالك وتفهم وما تكتبش مع الاستاذ الكور كامل غير لي نوط والحوايج المهمين والاساسيين، ولكن تخرج فاهم 70% وما فوق، او باش تكتب مع الاستاذ وفي نفس الوقت تاخذ معك واحد 40% او 30% مينيمو. هاد الاخيره غادي نديطيها مزيان. وبالنسبه لواحد باش غير تكتب مع الاستاذ وتاخذ الكور اللي تيدي وما فهمش، هذيك ما خداماش. دونك شنو الحل بالنسبه ليها؟ غادي دير اتفاق مع رقم جوج، هذاك السيد اللي غير تيفهم وتيبقى متبع من الاستاذ ولكن ما تيكتبش، قول ليه خويا ملي نخرجوا غادي نجلسوا واحد 30 دقيقه مثلا في المكتبه وانا نعطيك الكور واللي تيدي وانت تصح ليا، او من الاول دير مع شي صاحبك قول لي انا غادي نكتب وانت تبع مع الاستاذ مزيان وفهم، او العكس انت تكتب وانا نتبع مع الاستاذ ونفهم مزيان، وهانتوما درتوا واحد التكامل بيناتكم. دونك ان اي دو فاليدي. بالنسبه للرقم 3 اللي تيبان لي ان الهدف من الحضور هو يكتب وياخذ معاه غير 40 ولا 30%، ولكن ملي تجي للدار في الليل راه مازال لك 70% ديال الخدمه، حيت غادي تكون جايب معاك الدروس ولا تيدي ديالك. نمشيو بعيد باش تنبغيو ناخذوا اي قرار، ماشي غير تنجي وتنقول صافي انا ما غاديش نبقى نجي لافاك وغادي نجلس نخدم في الدار، خاصني نقلب على شي حلول قبل ونجربهم في لافاك، عاد تيبان لي كلشي. دونك شنو كيتخصك؟ الحساب. غادي ندير لو كالكول، ما فيهاش الا ما كنتيش كدير خاصك تبدا تحسب، حيت الارقام هي اللي كتسمح لك تقارن شنو حسن. خدمت هنايا وربحت 200 درهم وخدمت هنايا وربحت 100 درهم، بطبيعه الحال غادي نبقى ندير الخدمه اللي كتجيب لي 200 درهم وماشي اللي كتجيب 100 درهم. ناخذ المثال ديال الفهم مع الاستاذ نطبقوه هادشي اللي هضرنا عليه دابا. دابا انا داخل الحصه ديالي عندي فيها ساعه ونص، غادي نحاول ندير لو ماكسيموم باش نتبع وناخذ شي حوايج مع الاستاذ ديالي. ملي تسالي ديك الحصه دير ورقه اكوتي وكتب فيها شنو خديتي من ديك الحصه، ديرهم على شكل عوارض، ومن بعد خود الكور ديالك اللي كتبتي وشوف في المجمل شحال كيمثل داكشي اللي فهمت مع الاستاذ مع التوتال ديال الكور اللي كان في الحصه ديال اليوم. الا كان 30% وما فوق صامغش، غادي تحاول تقلب على واحد 50% ولا 60% نزيدها، سواء نجلس في المكتبه الا كانت عندي ديك النهار شي ساعه خاويه، او حتى تجي في الليل للدار، ولكن من الاحسن تكون عندك ولو غير نصف ساعه في لافاك سير خدم فيها. حسيتي براسك وصلتي ل 80% وما فوق غادي نقول لك بقى تجي لافاك وزيد ضحي اكثر من الجهد الوقت ديالك وراك غادي مزيان، وهذا الكالكول اللي درت لك راك غادي ديرو في لي موديل ديالك كاملين، كل موديل غادي دير ليه التقييم ديالو متفقين مشات، وفي حاله لقيتي براسك ما كتشد حتى 20% مع البروف ديالك لاسباب، سواء الاستاذ ديالك طريقه الشرح ديالو ما كتمشاش معاك او غير ذلك، هنا غادي تبدل الاستاذ. لافاك راه ما كاينش اللي غادي يقول لك خاصك تدخل مع الجروب ديالك او مع السيكسيون ديالك، نو قلب وسول صحابك الاستاذ اللي تيشرح وتيوصل مزيان في هذيك الماده، ودير امبلوا دي طون ديالك نتايا خاص وسير عليه ورد بال غير لي تي بي ما يزعقوش ليك مع الجروب ديالك. وفي حاله انه شي موديلات ما تيدخلوش لك الراس كاع ما تحضرش، ولكن دخل لي موديل الاخرين والمواد اللي ما حضرتيش ليهم، سواء غادي تشوف شي واحد من لونفي ديالك اللي تفهم ديك الماده مزيان يشرحها لك، او غادي تاخذ الكور وتدي التصحيح ديالو من عند صحابك وتجلس تخدمه بوحديتك ماشي بالضروره في الدار، تقدر تجي للمكتبه ديريكتومون داخل الكور في لونفي مع 9 الصباح، غادي تجي وتدخل المكتبه مع 9 وتبدا تخدم واعتبر راسك في لونفي وخاصك تدوز ساعه ونص في داك الموديل. واخر حاجه الا كنتي مقتنع براسك وتيق في راسك مزيان باللي انك راك قادر الا جلستي في الدار تخدم 10 السوايع في النهار او غير 8 السوايع مينيموم، عاد زيد واحد 4 السوايع او 5 السوايع بالليل، وما غاديش تمشي تقابل التليفون والشارجور والتلفازه والنعاس، وفريمون ملي تجي في الليل ودير المحاسبه تلقى راسك بانك قريتي داك عدد السوايع اللي قراوه صحابك اللي مشاو حضروا في لافاك وتعديتيه وفهمتي لي كور ديالك احسن بكثير مثلا من انك كون مشيتي حضرتي في لافاك. غادي نقول لك غير زعم وجلس في داركم وخدم، ولكن الا ما التزمتيش وما درتيش هذا الشيء رجع تحضر مع الاستاذ ديالك. فوالا هاد الفيديو كانت فيه مقارنه ما بين شنو اللي حسن، نحضر مع الاستاذ ديالي في لافاك ولا ما نمشيش لافاك ونجلس نخدم بوحدي او مع شي جروب ديال صحابي. عطيتك بعض الاقتراحات الا كنتي ديما كتحضر ولا يمكن لك ديرهم يمشيو معاك مزيان، وايضا شنو دير الا بغيتي تجلس تخدم غير في الدار واللي مبازي بزاف على الالتزام ذا كوميتمنت. فوالا كله السيستم الخدمه والفهم ديالو، والله ما خلقناش فحال فحال وما كاينش هذا تيفهم وهذا ما تيفهمش، كل واحد وعنده واحد البوتونسيال اللي يقدر يمشي به بعيد الا عرف كيفاش يستخدمه وفين. حاول تعود الفيديو مره اخرى وخذ من الاقتراحات اللي عطيتكم الحاجه اللي غادي تمشي لك مزيان مع ذاتك ودماغك.